لك هيدي اليوم. امبارح جرى قصف في المنطقة بأربع أماكن، ثلاث أماكن، مكانين في حرب الحريق، مكان في برج البراج، كنا شايفين بنية سكنية تم استهدافها. الحمد لله ما كان فيها حمام، لأنه الناس عم تتجه نحو أماكن أكثر أمنا. الحمد لله ما حدا انصاب، ولكن الدمار كبير والاستهداف لبنية سكنية.